أهلا بكم. قال رئيس الجمهورية عمر البشير إن هناك جهات لا تريد للسودان الاستقرار وتسعى لاستمرار الحرب. جاء ذلك خلال مخاطبته لقاء جماهيري بمدينة نيالا بجنوب دارفور، وأكد البشير أن الحكومة لن تسمح لأي جهة بتخريب السودان، وأضاف قائلا إن السودان سيستمر آمن وموحد رغم كيد الكائدين، وقال إن الحكومة تقدر أن هناك مشكلة اقتصادية وتسعى لحلها من خلال الاعتماد على موارد السودان. وقعت وزارة الضمان والتنمية الاجتماعية ولاية النيل الأبيض مذكرة تفاهم لتنفيذ المشروع القومي لإيواء وإطعام الطلاب في المحليات الأشد فقرا. وقالت وزيرة الضمان والتنمية الاجتماعية وداد يعقوب إن 61 محلية في أنحاء السودان تحتاج إلى هذا المشروع لترقية مشاريع الإسكان والتعليم للطلاب. أصدر والي نهر النيل حاتم الوسيلة السماني مرسوما أعفى بموجبه معتمد محلية شند العميد معاش سعيد إدريس البشير من منصبه، وألحق والي نهر النيل ذلك بقرار يتعلق بتعيين إسماعيل عوض الله العاقب مديرا تنفيذيا لمحلية شندي ومعتمدا مكلفا للمحلية. وجه النائب الأول لرئيس الجمهورية بكري حسن صالح باستكمال الاستراتيجية الوطنية للشباب والتي بدأ العمل بها خلال العام الماضي، وأكد بكري لدى لقائه رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة السفير معاوية عثمان خالد أكد دعم الدولة اللامحدود لكل الأنشطة الرياضية وتعزيز العمل الرياضي بأشكال مختلفة وصولا للأهداف المنشودة وتفعيل دور الشباب في قيادة المجتمع. كشف المؤتمر الشعبي عن مبادرة يقودها مع بعض القوى السياسية المعارضة لوضع حد لراهن الأحداث في البلاد تنتهي برؤية تتراضى عليها كافة المكونات السياسية في الداخل والخارج. وفضل الأمين السياسي المؤتمر الشعبي عدم الإفصاح عن تفاصيل هذه الرؤية التي وصفها بأنها لا تزال في طور التشكل وسيعلن عنها لاحقا على حد تعبيره. نهاية الموجز. بإمكانكم أن تزوروا موقع الشروق نت لتحصلوا على مزيد من المعلومات والأخبار. إلى اللقاء.